الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، وأن يوالي عليكم الخيرات، وأن يعظم لكم الأجر والثواب، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأسأله أن يصلح أحوال المسلمين، أن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يجعلهم متوادين متعاونين على البر والتقوى. وبعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام البخاري، حيث نقرأ في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وفي يومنا هذا نكمل بإذن الله عز وجل كتاب الحج، ونبتدئ بكتاب العمرة بفضله وإحسانه. فليتفضل القارئ بارك الله فيه وأسعده. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الزهري: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافع يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافع يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث مشروعية رمي الجمار، فيه أنه يرمى في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، ترمى الجمرة الصغرى بسبع، والوسطى بمثلها، والكبرى بسبع، وهذا في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر. وفي هذا الحديث أن الجمرة الصغرى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف يبتدأ بها أولا، وفي الحديث مشروعية التكبير مع كل حصاة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وليس في هذا التكبير بسملة ولا صلاة على النبي ولا دعاء، وإنما يقتصر على التكبير. وفي هذا الحديث أنه إذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى يستحب له إذا تقدم فأسهل في الوادي أن يقوم للدعاء مستقبلا للقبلة. وفي هذا الحديث إشارة إلى شيء من آداب الدعاء، فمن ذلك أن يستقبل القبلة، ومن ذلك أن يبتعد عن مجامع الناس، فإن موطن رمي الجمرة هو موطن اجتماع الناس لرميها، فكان يتركهم
وفي هذا أيضا استحباب إطالة الدعاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي هذا الحديث من آداب الدعاء رفع اليدين عند الدعاء، وفيه أيضا الدعاء قائما. وفي الحديث أن الفصل بين الجمرة الصغرى ورمي الجمرة الوسطى بفارق زمني لا يؤثر، وإنما المؤثر قضية الترتيب، فيبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وفي الحديث استحباب الدعاء بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى في أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأما الجمرة الكبرى فإنه إذا رماها لم يشرع له الوقوف من أجل الدعاء، وليس هذا من مواطن الدعاء. وفي الحديث أن الجمرة الكبرى كان عندها جبل صغير يقال له العقبة، كان يحدها من جهة ميناء. وفي الحديث استحباب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي لا من فوق العقبة، كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية، وخصوصا ما يتعلق بمناسك الحج. وقوله قال الزهري إن النبي ظاهره أنه مرسل، لكن بينه ما في آخر الرواية، حيث بين الزهري أنه سمع ذلك من سالم ابن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وفي هذا الحديث أن الجمرات الثلاث ترمى كل واحدة منها بسبع حصيات، وفيه أن كل حصاة تفرد برمية وحدها، وفيه أن المشروع في الجمار رميها فلا يقتصر على وضعها، فمن وضعها فإنه لا يعد قد أدى الواجب عليه في رمي الجمار. وفي الحديث أن التكبير يكون بعد إطلاق الرمية، ولذا قال يكبر كلما رمى بحصاة. وفي الحديث استحباب إطالة الدعاء والإكثار منه خصوصا في هذه المواطن الفاضلة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. هذا الحديث يتحدث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإنه لما أضحى ذهب إلى الجمرة، فلما زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث، ثم خرج من منى إلى المحصب على الجهة اليمنى من منى من جهة مكة، وصلى هناك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في الذهاب إلى الأبطح أو المحصب، هل هو من المناسك كما قاله طائفة؟ والجمهور على أنه ليس من المناسك، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أسهل في ذهابه إلى المدينة. وهذا القول أرجح القولين في هذا الباب، ولذا كان الناس قد تفرقوا فلم يذهب معه إلى المحصب إلا أصحابه الذين سيذهبون معه إلى المدينة. وفي الحديث مشروعية الركوب في التنقل بين مواطن الحج ومناسكه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي الحديث
مشروعية الطواف للوداع، وقد قال الجمهور بأنه من الواجبات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي به أن يؤدي الطاعة بنشاط، فيريح بدنه قبل فعله للطاعة ليكون أداؤه لها على جهة النشاط والقوة. ولذا رقد صلى الله عليه وسلم رقدة بالمحصب قبل أن يذهب للبيت من أجل الطواف. وعن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر؟ قالوا: لا، نأخذ بقولك وندع قول زيد رضي الله عنه. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم رضي الله عنها، فذكرت حديث صفية رضي الله عنها. قوله إن أهل المدينة، يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا ابن عباس، وابن عباس كان المفتي في مكة، وعن امرأة طافت، يعني طواف الإفاضة، ثم حاضت قبل أن تطوف للوداع، هل تنتظر حتى تطهر فتطوف للوداع، أو يجوز لها أن تنفر مع أصحابها ولو لم تطف طواف الوداع؟ فقال لهم ابن عباس: تنفر. وفي هذا أن المرأة الحائض التي طافت للإفاضة يجوز لها أن تنفر، ويسقط عنها طواف الوداع إذا نفرت وهي حائض. فقال أهل المدينة لابن عباس: لا نأخذ بقولك في ترك المرأة التي طافت للإفاضة وأرادت أن تسافر وهي حائض، في كونها تترك طواف الوداع، وندع قول زيد، فإن زيد مفتي أهل المدينة، وكان يرى أن المرأة الحائض تبقى حتى تطهر فتطوف للوداع. فقال ابن عباس: إذا قدمتم المدينة فسلوا، هناك من النساء اللاتي حججن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تقديم رواية المباشر للقصة على رواية غيره. قال: فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنها وعن أنس، فذكرت أم سليم حديث صفية رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر ليلة الرابع عشر بعد فراغه من الحج أراد أن يذهب إلى صفية بنت حويي زوجته، فقيل له بأنها حائض، حينئذ قال صلى الله عليه وسلم: قرع حلق أحابستنا هي، يعني ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، ومن لم يطف طواف الإفاضة يلزمه المكث في مكة حتى يطوف. فقالوا: إنها قد طافت، يعني قد أفاضت. فقال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن، يعني بدون أن تطوف للوداع. ففي هذا دلالة على أن المرأة الحائض إذا أرادت أن تنفر بعد الحج وكانت قد طافت للإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع. وفيه دلالة على أن غير الحائض لا يجوز له أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع، لأنه لم يرخص في ترك طواف الوداع إلا للمرأة الحائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزلاً ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح.
كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر رمى بعد الزوال وذهب إلى المحصب فجلس هناك إلى آخر الليل، فذهب ليطوف طواف الوداع فيسافر. فهذا النزول في المحصب هل هو سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما قال بذلك طائفة، أو يكون نزوله من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجل عبادة الله به، وإنما نزله على جهة العادة لكونه أسهل لخروجه؟ فكانت عائشة تفتي بأنه ليس نزوله سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزله لأمر غير عبادي، وهو كونه أسمح لخروجه، أي أيسر وأسهل له إذا أراد أن يخرج إلى المدينة. وفي هذا دلالة على أن الأفعال النبوية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العادة لا يشرع لنا الاقتداء به فيها، وأنه ليس من السنة أن نفعل مثل فعله، لأن من فعل مثل فعله وإن وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر لكنه يخالفه في الباطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي العبادة به، والموافقة في الباطن أولى من الموافقة في الظاهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فتوى ابن عباس بأن النزول بالمحصب في اليوم الثالث عشر ليس مقصوداً له، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل العبادة، ولذا رأوا بأن النزول في المحصب ليس من العبادات ولا يشرع أن يتقرب به لله تعالى، مما يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة غير جهة العبادة لا يشرع لنا الاقتداء به فيها كما تقدم. نعم. وعن خالد بن الحارث قال: سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله عنهما، وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر، أحسبه قال والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان من مذهب ابن عمر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية والجبلية يشرع لنا الاقتداء به فيها، وأنه يستحب لنا أن نفعل مثل فعله. وكان بقية الصحابة من مثل والده عمر ومن مثل ابن عباس وعائشة وغيرهم يرون أن هذه الأفعال الجبلية والعادية لا يشرع لنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها، وقولهم أظهر من قول ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك فمثلاً كونه يلبس إزاراً ورداءً في غير النسك ليس فعله على جهة العبادة، فلا يشرع لنا الاقتداء به فيها. وهكذا ركوبه للجمل في تنقلاته لم يفعله تقرباً لله تعالى، وبالتالي من جاءنا وقال أريد أن أكون تابعاً للنبي في ركوب الجمل قلنا له أخطأت في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على جهة العبادة، وبالتالي لا يشرع لك أن تقتدي به. وهنا فائدة وهي التفريق بين أفعاله صلى الله عليه وسلم العبادية التي يشرع الاقتداء به فيها، والعادية التي لا يشرع
أن يقتدى به فيها، فما كان يفعله الناس قبل البعثة ويتوافدون ويتابعون على فعله، فإنه إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأفعال العادية. ومن ذلك مثلا قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم، فيكون اتخاذه للخاتم على جهة العادة، عادة أهل زمانه، وليس على جهة العبادة، فلا يشرع لنا الاقتداء به في ذلك. ومثله اتخاذ الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم فعله مجاراة لعادة أهل زمانه. وهكذا يقع هناك تردد في بعض الأفعال، هل هي على جهة العادة أو العبادة، وبالتالي يقع الاختلاف في مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. فمثلاً اتخاذ العصا في الخطبة كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وكان أهل زمانه يفعلونه، فقال طائفة هو عبادة لأنه وقع ضمن عبادة الخطبة، وقال آخرون بل إنما فعله لأن الناس عند خطبهم يتخذون العصا، فكان صلى الله عليه وسلم سائراً على عادة أهل زمانه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ذو المجاز ومجنة وعكاظ متجر الناس أسواقاً في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا أن يتجروا في الموسم وكرهوا ذلك، حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. كذا قرأها ابن عباس رضي الله عنهما. في هذا الحديث جواز التجارة في موسم الحج، كما كان الناس يفعلون هذا في ما قبل الإسلام وفي عهد النبوة، وقد نزل النص برفع الإثم عنهم في ذلك. وقد استمرت هذه الأسواق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري رحمه الله أن سوق عكاظ استمر إلى سنة 120 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز اتخاذ الأسواق للتجارات وأنه لا حرج في ذلك. وفي الحديث جواز أن يؤخذ ما عند الكفار وأهل الجاهلية من أمور دنيوية مستحسنة ليس فيها مخالفة شرعية. وفي الحديث ورع الصحابة رضوان الله عليهم وتحرجهم مما كان يفعل خشية على نياتهم أن تكون مقاصدهم الدنيا. وفي الحديث أن من أدى نسكاً أو عبادة فعليه أن ينوي الآخرة بتلك العبادة التي فعلها. وفي الحديث جواز الاتجار في أسواق أهل الكفر التي يتخذها الكفار وأنه لا حرج في ذلك. كتاب العمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة نسك يتضمن طواف إحراماً وطوافاً بالبيت وسعياً بين الصفا والمروة وتقصيراً أو حلقة. والعمرة في لغة العرب يراد بها الزيارة، المقصود هنا زيارة البيت لأداء نسك مخصوص. والعمرة عمل صالح، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة من أسباب تكفير الذنوب. وقد اختلف أهل العلم في وجوب العمرة، ف
فأوجبها الجمهور، استدلوا عليه بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وبما ورد في حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر بمحضر الصحابة: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبان في كتاب الله عز وجل، فلم ينكر عليه ذلك. والمالكية يرون أن العمرة ليست بواجبة، وقول الجمهور أرجح في هذه المسألة. وحديث الباب فيه فضيلة العمرة وفضيلة تكرارها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر، وقد أثر عنه أربع عمر: أولها عمرة الحديبية ووقعت في السنة السادسة، جاء حتى وصل حدود الحرم فصده أهل مكة وكان محرماً بالعمرة فتحلل منها بعد أن ذبح هديه، ثم في السنة السابعة اعتمر عمرة القضية بناء على اتفاقه مع أهل مكة بأن يعتمر من قابل، فجاء إلى مكة فاعتمر وجلس فيها 3 أيام بدون أن يأخذ عمرة أخرى، ثم ذهب راجعا إلى المدينة. وأما العمرة الثالثة فقد كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، والعمرة الرابعة كانت بعد عوده من الطائف في السنة الثامنة لما عاد وجلس في جعرانة وقسم المغانم، أحرم بعمرة من هناك وأتى بعمرة. ولذا فإن الإتيان بالعمرة وتكرار العمرة من الأعمال الصالحة التي تكون من أسباب مغفرة الذنوب. وفي الحديث الترغيب في الحج وبيان عظم أجره، فقد قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد اختلف أهل العلم في صفة الحج المبرور، وهناك 6 أقوال في هذا الباب. منهم من يقول بأن الحج المبرور هو ما خلصت النية فيه لله تعالى بقصد نيل أجر الآخرة، بحيث لا يكون مراد الإنسان شيئاً دنيوياً من سمعة أو مال أو غير ذلك. وقال آخرون بأن الحج المبرور هو ما تابع فيه الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: الحج المبرور ما اجتنب فيه الحاج محظورات الإحرام، وقال آخرون بأن الحج المبرور ما اجتنب الإنسان فيه المعاصي والذنوب، وقال آخرون بأن الحج المبرور ما حفظ الإنسان فيه جوارحه، وقال آخرون بأن الحج المبرور ما فعل فيه أفعال البر والطاعة من مثل الصدقات ودلالة التائه والحمل لمن يحتاج إلى الحمل وإعانة من يحتاج إلى إعانة. ولذا قيل في الإحسان إلى الوالدين بر الوالدين. ولا يمتنع أن يكون الحج المبرور مشتملاً على جميع هذه الصفات. وقوله ليس له جزاء كما في قول كفارة لما بينهما، اختلف أهل العلم هل يختص ذلك بالصغائر كما قال الجماهير، قالوا لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، أو أنها تشمل الكبائر كما أثر عن بعض السلف. ولعل القول الأول أرجح، فإنه قد ورد في أحاديث أخر تقييد ذلك باجتناب الكبيرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فيحمل حديث الباب المطلق على ذلك الحديث المقيد لاتحاد الحكم والسبب فيهما.
نعم. وعن ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. في الحديث السؤال عما يشكل عند الناس من المسائل، كما سأل عكرمة ابن عمر عن العمرة قبل الحج، وذلك أن بعض الناس قالوا بأن العمرة يجب أن تكون بعد الحج، ومنعوا من أن يجزئ ما يفعله الإنسان من العمرة قبل الحج. حديث الباب صريح في أنه يجوز للإنسان أن يعتمر قبل حجه، وأن العمرة قبل الحج تكون مجزئة عما وجب من العمرة. واستدل بالحديث على أن من حج قارنا أو متمتعا فإن حجه يجزئه عن العمرة وتسقط عنه العمرة الواجبة بذلك. وفي الحديث الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، مما يدل على أن الأفضل أن يقدم الإنسان العمرة على الحج. وعن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. ثم سمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. قوله هنا قال مجاهد دخلت وأنا وعروة بن الزبير المسجد، فيه ما كان عليه أحوال السلف من إكثار الذهاب للمسجد ووضع حلقات العلم في المساجد، والمراد بالمسجد هنا المسجد النبوي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، أي كان مستندا عليها، وذلك أن حجرة عائشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانت خارج المسجد، ولم يكن المسجد يطوف بالحجرة من جميع جوانبها. فلما جاء عبد الملك بن مروان رحمه الله أدخل ما حول الغرفة في المسجد، وبقي ما كان داخل الغرفة في حكمه السابق في كونه غير داخل في المسجد. قال وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فقال فسألناه أي سأل مجاهد وعروة ابن عمر عن صلاتهم، فقال بدعة، أي أمر مخترع في الدين وليس مما كان يفعل. وهذا اجتهاد من ابن عمر، لأنه غاب عنه النص والدليل في ذلك، وقد ثبتت مشروعية صلاة الضحى في عدد من الأحاديث، فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بأن أوتر قبل أن أنام، وبصلاة الضحى. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية صلاة الضحى. وقد قال طائفة بأن من كان يصلي بالليل لم يشرع له أن يصلي الضحى من يومه ذاك، وقالوا بأنه إنما يصلي الضحى من لم يصلي بالليل، ولكن ظاهر الأحاديث الدالة على مشروعية صلاة الضحى لم تشترط في مشروعيتها أن يكون الإنسان لم يصلي من الليل، وبالتالي فالظاهر مشروعية صلاة الضحى وأنها من السنن لا من البدع. ثم قال له، يعني أن عروة قال لابن عمر: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته، قال: أربعة، يعني أربعة عمر، إحداهن في رجب. هكذا قال ابن عمر. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وإنما عمره الثلاث في ذي القعدة والرابعة مع حجه، وبالتالي لم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب. فقال: فكرهنا أن نرد عليه، لأننا أردنا أن نتأكد قبل أن نرد عليه ذلك. قال: ثم سمعنا استنان عائشة، إما حركة السواك في فمها وإما صلاتها للسنة في الحجرة، يعني في حجرتها. وفي هذا أن النساء كن يحتجبن عن الرجال الأجانب، وأنهم لا يطلعون على أحوالهن، وأنهم متى أرادوا أن يخاطبوهن خاطبوهن من وراء حجاب. فقال عرواه: يا أماه، لأن عائشة خالته، فقال لها: يا أماه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، يعني ابن عمر؟ فقالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن. وفي هذا الدعاء للمخالف والترفق به وحسن التخلق معه حتى ولو أخطأ. فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره إلا وهو شاهد، أي قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مما يدل على مشروعية صحبة أهل الخير والفضل والعلم في أداء النسك. قالت: وما اعتمر في رجب قط. فهذا من عائشة إثبات لواقع عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد لقول من يقول بتفضيل عمرة رجب، وأن الصواب أنه ليس لشهر رجب خاصية في أداء العبادات فيه، ومنها ما يتعلق بالعمرة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يسعدكم دنيا وآخرة، وأن يجعل عاقبتكم في الأمور إلى خير، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردًا حميدًا، ونسأله جل وعلا أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يرغد عليهم في معايشهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يجعلهم على التوحيد والسنة والطاعة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعلهم أسباب هداية وتقوى وصلاح وسعادة،
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.